بلاها استوديو، بلاها تكييفات، بلاها مكاتب. كان لازم نطلع للناس، نطلع برا الصندوق، ننزل وسط البلد، وسط البلد اللي رجعت بعد ما تم اختطافها، وسط البلد اللي بتقول ان احنا رايحين لبداية جديدة لو قررنا ان احنا نرجع بلدنا تاني. قبل سنة 1867 كانت المنطقة اللي أنا واقف فيها دي عبارة عن مستنقعات، أرض فاضية تماماً، لحد ما سافر الخديوي إسماعيل إلى فرنسا وقرر أن يحول وسط القاهرة اللي كانت غرقانة بمياه الفيضانات إلى قطعة من أوروبا. وبالفعل تحولت هذه المنطقة اللي أنتوا شايفينها إلى قطعة رائعة من فرنسا، من إيطاليا، طراز معماري مختلف تماماً. ظلت هذه المنطقة هي منطقة جذب للأثرياء، للفنانين، للمثقفين، للسياسيين، للأوروبيين اللي جم عاشوا هنا لحد ثورة 52. الدنيا اتغيرت. قبل 52 كان في ملمح مهم جدا في هذه المنطقة العظيمة، كان في هذا الرجل اللي تمثاله أمامنا شامخ، تمثال ترعة حرب. هذا التمثال كان مكانه تمثال سليمان باشا، عشان كده كان الميدان ده اسمه ميدان سليمان. وميدان سليمان أو سليمان باشا هو واحد من الفرنسيين اللي أسسوا الجيش المصري في عهد محمد علي، ولكن عندما جاءت الثورة قررت أن تعلي من قيمة رمز مصري عظيم زي طلعت حرب، وهكلمكم عنه، ولكنها في الطريق أزاحت رمز آخر حتى ولو كان فرنسيا لكنه ساهم في بناء الجيش المصري. وهذه نقطة من بدايات الهدم اللي ما كناش أخدين بالنا منه. خلونا نرجع لكم تاني لهذا الرجل، طلعت حرب. طلعت حرب هو بيمثل الأزمة اللي احنا فيها الآن. طلعت حرب هو رجل اقتصاد، كلنا عارفين ان هو اللي بنى بنك مصر، هو صاحب فكرة انقاذ الاقتصاد المصري، لكن محدش يعرف ان هذا الرجل من سنة 1911 كتب كتاب مهم جدا عن علاج الاقتصاد المصري. كان عنده رؤية كاملة، كلنا واقفين عند بنك مصر اللي أنشئ سنة 1920، محدش أبداً أخد باله إن هذا الرجل كان ليه رؤى، هو اللي أسس مصانع وشركات أسمنت، مصانع غزل ونسيج في المحلة، هو اللي عمل شركة بيع المصنوعات المصرية، هو اللي عمل سينمات. هذا الرجل كان صاحب رؤية كبيرة جداً انعكست على الحياة في مصر. اللي حصل في مصر بعد كده كان مؤسف جداً. هذه العمارات العظيمة اللي مش ممكن تشوفها غير في فرنسا، تشوفها في إيطاليا، تشوفها في البلاد العريقة، تحولت. وبعد الثورة هرب منها الأثرياء، هرب منها الأوروبيين، هرب منها المفكرين، رغم أنها استمرت بمجموعة من المقاهي، بمجموعة من المطاعم. أنا على يميني هنا جروبي، بعد بشوية الأمريكيين، في هنا مقهى ريش، في المقهى الثقافي، في مقهى المعاشات، في زهرة البستان، في مطاعم هنا شهيرة جداً. منذ سنوات طويلة كنا بنيجي ناكل في آخر ساعة أو ناكل في الألفي، تدخل تشوف الجرسون بتاع زمان. كل هذه المشاهد بدأت تتغير من إمتى؟ لو فاكرين عمارة يعقوبيان، فاكرين سكان السطوح، العمارات دي في ناس كتير قوي ساكنة على السطوح. في اللحظة اللي تحولنا من تماثيل عظيمة لمانكينات في محلات أحذية وملابس، كمان كانت الناس بتضيق بيها القاهرة ويطلعوا يسكنوا فوق على السطوح، ما أخدناش بالنا. وحكم ورا حكم ونظام ورا نظام، محدش أخد باله من اللي بيحصل في القاهرة، لحد ما صحينا في يوم وحصلت الثورات، والميدان اللي جنبينا سواء كان ميدان التحرير أو ميدان طلعت حرب وكان هو ميدان الإسماعيلية، كانت كل الثورات، ثورة 19 كانت هنا، 52 كانت الاحتفالات هنا، من هنا كانت الدعوة إلى حرب أكتوبر 73، من هنا كان 25 يناير، من هنا كان 30 يونيو. هذه المنطقة شاهدة على تاريخ مصر. صحينا لقينا سكان السطوح هم اللي مليين الشوارع. مصر اتغيرت، فقدنا قيمة المبنى لما ضيعنا وأهملنا في بناء البشر. ساعة ما البشر ضاقت بيهم الحياة قررنهم ما يلتفتوش إلى هذا الجمال اللي شاهد على تاريخ هذا البلد العظيم واللي محتاجين نفكر فيه تاني. أنا معاكم هنا النهاردة عشان مصر بتبتدي من جديد، مصر بتحاول إنها تنفض الغبار عن هذا التاريخ العظيم ونبتدي من الأول والجديد. إحنا قادرين؟ أكيد إحنا قادرين.
بنى مصر كان في الأصل مصر، واللي بنى مصر كان الإنسان المصري. آه دخل علينا كتير، ودخل فرنساويين ودخل إنجليز، لكن فضلت مصر للمصريين، وفضلت عقول زي هذا الشامخ هي اللي بتبني هذا البلد. لكن احنا ليه توقفنا؟ تعالوا نبص لهذا الشارع، احنا في شارع طلعت حرب. هذا الرجل وهو بيبني ما كانش فكره بس اقتصادي، ما بناش بس، قالك علشان الاقتصاد ده ينمو في هذا البلد لابد انه يواجبه ايه؟ يواجبه صناعة، فانشأ المصانع، يواجبه فن، فكان فيه سينما، كان فيه مسرح، كان المخاريج ده اللي موجود هنا كان بيشهد مسرحيات، في كانت روزا ليوسف بتروح تمثل في مخاريج. هنا كان هيلتون النيل، كان بيقعد مين؟ كان بيقعد كامل الشناوي، كان بيقعد أنيس منصور، كان بيقعد ثروت أباظة، كان بيقعد عباقرة، كان بيقعد مأمون الشناوي، كان في ناس كتير مبدعة بتعيش هنا في هذه المنطقة اللي شهدت نجيب محفوظ وحرفيشه كان بيجي يقعد كل أسبوع في ريش عشان يعمل إيه؟ علشان يبدع، علشان يحكي تاريخ هذا البلد. إحنا فين من ده دلوقتي؟ هذا الشارع اللي إحنا فيه اللي مليان سينمات، مليان مسارح، مليان بشر، البني ادمين اللي انا شايفهم حواليا اهالينا دول، دول يقدروا يعملوا كل حاجه، دول ما كانوش بيلاقوا رصيف يمشوا عليه، النهارده في رصيف، بس هل كفايه ان يبقى في رصيف مع مبنى بالشكل ده؟ انا من هنا من هذا الشارع، وقبل ما ابدا هذه الحلقه اناشد رجال الاعمال، اناشد البنوك اللي شاهد عليهم هذا الرجل اللي بينتموا اليه طلعت حرب، انهم يرجعوا تاني ويقولوا احنا دورنا ايه في المرحله اللي جايه؟ ازاي نقدر نعيد البهاء لهذه العمارات؟ ازاي نقدر نعيد البهاء للسينما والمسرح مره اخرى؟ فين رجال السينما والمسرح؟ فين رجال الاعمال؟ ده لو كل مجموعه قالت هناخد عماره، تعالوا نشوف الناس اللي على السطوح ونعيشهم تاني. البلد دي ممكن تبتدي مش من على الارض بس، في لحظه واحده هنتغير لو بصينا للانسان وما شغلناش بالنا بتاريخ كان عظيم قوي احنا ضيعناه، بس ممكن نروح للمستقبل. Yeah.